أهلا بكم في الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة دي. لما قلت لكم حكيت لكم امبارح عن أني سنة 1968 عدد من مجلة آخر ساعة كان عمل تخيل صحفي أنه إحنا بقينا في سنة 2000، هيحصل إيه في سنة 2000 للمصريين وهيعيشوا إزاي؟ المجلة خلصت إلى أنه في سنة 2000 المصريين هيبقى وضعهم أحسن، المصري هيدخل 3600 دولار، والمجلة بعد ما استشارت خبراء قالت إن مصر سنة 2000 هتبقى واحدة من أحسن 19 دولة في العالم. لما تيجي تقول لواحد السيسي خربها ما يصدقكش، وممكن يقول لك انت بتكره السيسي عشان كده بتقول الكلام ده. لكن اللي يخليك تصدق ان السيسي خربها وانه لا امل في المستقبل وان الحكايه باظت خالص الارقام. حاجتين يخلوك تصدق اللي احنا بنقوله هنا من سنين، ان عبد الفتاح السيسي خربها. اللي يخليك تصدقنا مش بس الاخبار اللي بنجيبها هنا، إنما الأرقام، ولما تبقى الأرقام دي خارجة من جهات متخصصة، جهات عارفة هي بتعمل إيه، يعني من جهات علمية. يا حضرات، استطلاع رأي خطير جدا أصدرته مكان أو موقع اسمه BCW سنوي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الشباب العربي. حضرات السادة المستمعين والمشاهدين، الأرقام والإحصائيات صادمة ومعبرة في الوقت نفسه عن الواقع السياسي اللي بيعيشه الشباب العربي. عشان كده ما تستغربش إنه على رأس العقبات اللي بتواجه الشباب العربي ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة. نقلاً عن CNN، استطلاع يواجه الشباب العربي عقبات في حياتهم، فهل تعاني منها أيضا؟ CNN عربي. دبي الإمارات، يعتبر الشباب العربي ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة من أكبر العقبات التي تواجه المنطقة العربية بحسب الاستطلاع السنوي ل14 لرأي الشباب العربي الذي أجرته أصداء BCW السنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شكل هذان العاملان أكبر مخاوف مدى سنوات الاستطلاع، باستثناء، لأن الاستطلاع كان على سنوات، باستثناء عامي 2016 و2017، حيث حين قال الشباب أن صعود داعش وتهديد الإرهاب يشكلان أبرز مخاوفهم. يقول أكثر من ثلث الشباب العربي 41% منهم أنهم يواجهون صعوبة بتغطية نفقاتهم الأساسية، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 63% في دول الشرق المتوسط. ويقول أكثر من نصفهم 53% أنهم يتلقون دعما ماليا من عائلاتهم. كان التشاؤم الوظيفي سائدا في تحديدا في الدول العربية، حيث قال 49% من مجمل الشباب العربي المستطلعين أنه من الصعب العثور على وظيفة جديدة في بلادهم. الجراف ده هيوضح لك تفصيل للكلام ده. أهو أبرز العقبات اللي بيواجهها الشباب العربي: ارتفاع تكاليف المعيشة أعلى حاجة، البطالة بعدها، إسراع الفلسطيني الإسرائيلي، الفساد الحكومي، جائحة كورونا، النمو الاقتصادي، غياب الوحدة العربية، خطر الإرهاب، قلة الفرص المتاحة للمرأة. خلاص؟ في نفس استطلاع الرأي ظهر مؤشر خطير جدا، بخلاف أبوس نسبة الشباب بحسب قدرتهم على سداد نفقاتهم، حاجة عجيبة جدا، قادر 15% قادر على سداد كامل نفقاته لكن لا يتبقى له ما يمكن ادخاره، 41% يجد صعوبة بتسديد نفقاته، 44% قادر على سداد كامل نفقاته وفي إمكانه ادخار بعض المال. نسبة الشباب الذين يجدون صعوبة في العثور على وظيفة جديدة: 49% من الشباب يجدون صعوبة في العثور على وظيفة في بلدهم، 13 يعثرون العمل بسهولة،
38 صعوبة متوسط. نسبة الشباب المديونين 24% يعانون من الديون، 76% لا يعانون من الديون. ماذا يفضل الشاب العربي عند التفكير في مستقبلهم؟ بيفضلوا العمل في الحكومة أو بشكل مستقل. لما نرجع شهرين لورا تكتشف أن أزمة أكبر عن مؤشرات الدول العربية، اللي جاي بقى ده أسوأ. اللي جاي ده بقى يخصك أنت لو بتحب السيسي بقى، بس اصبر عليا. استطلاع أغلبية جيل العربي الربيع العربي يعتبرون الاستقرار أهم من الديمقراطية. ده طبعا يعجب السيسي قوي قوي، ان هم يعني الحقيقة ينبسطوا قوي ان الشباب عايز استقرار اهم من اي حاجة في الدنيا. طيب خلينا نشوف بقى في مؤشر تاني مهم يقول لك مصر بقت فين في حكم السيسي. ترتيب الدول العربية يا علي على مؤشر السلام يا علي لعام 2022، اقرأ في قناة الحرة ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي لعام 22. ايه بقى؟ ايه بقى مؤشر السلام العالمي؟ ده يا سيدي حاجة بيصدرها معهد السلام والاقتصاد العالمي، اسمه مؤشر السلام العالمي. جت قطر في المرتبة الأولى عربيا، وحلت في المرتبة 23 عالميا من بين 163 دولة. يعني معهد السلام والاقتصاد العالمي بيعمل حاجة اسمها مؤشر السلام العالمي، بيختار اختار 163 دولة ويصنفهم بقى في معايير للقصة دي. انت هتشوف مصر دلوقتي فين، ده انت هتفرح قوي. قطر جات الاولى عربيا و23 على مستوى العالم. وقال التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبقى الاقل في مؤشر السلام العالمي العام السابع على التوالي، 7 سنين بناخد الدوري. كشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت 8 دول تدهور في مؤشر السلام. اليمن تزيلت الدول في المؤشر، وسوريا التي كانت في المرتبة وحل مكان سوريا التي كانت في المرتبة الأخيرة سنة 2014. السودان شهد أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهور في جميع المجالات. نيجي بقى لترتيب الدول العربية في مؤشر السلام لعام 22. قطر في المرتبة الأولى عربيا 23 عالميا، الكويت في المرتبة الثانية عربيا 39 عالميا، الأردن في المرتبة الثالثة عربيا 57 عالميا، الإمارات في المرتبة الرابعة عربيا 60 عالميا، عمان في المرتبة الخامسة عربيا 64 عالميا، تونس في المرتبة السابعة عربيا 85 عالميا، الجزائر، مصر يا جدعان لحد دي مصر، الجزائر في المرتبة، لا البحرين في المرتبة الثامنة عربيا 99 عالميا، الجزائر في المرتبة 9 عربيا 190 عالميا، السعودية يا جماعة، مصر يا جماعة في المرتبة 10 عربيا 119 عالميا. الحمد لله على السلامة، أخيرا وصلنا مصر. مصر في المرتبة 11 عربيا وتتزيل 162، المركز 162 عالميا من 164 دولة، يعني باقي مركزين مركزين. بص مصر 126 في المرتبة 11 عربيا، 126 عالميا. فلسطين أو الأراضي الفلسطينية 12، 133 عالميا. لبنان، ليبيا، السودان، العراق، سوريا، اليمن آخر حاجة في الدنيا. الحقيقة أدي مؤتمر مؤشر السلام العالمي، أهو مصر ترتيبها في عالميا 126 من 163، ده ترتيب مصر المعدل العالمي. مؤشر مركب بيقيس هدوء الدول ويتكون من 23 مؤشر كميا ونوعيا، لكل منها مقياس من 1 إلى 5، وكلما انخفضت النتيجة كانت البلاد أكثر إيه بقى؟ أنا مش عارف أقرأ أكثر إيه بصراحة، يعني أكثر سلاما. المعدل العالمي 2.3 341، 5. التحسينات والده هو عنده الحقيقة. بص ليبيا، ليبيا تقدمت علينا في التحسينات والتدهور، ليبيا متقدمة علينا يعني.
ليبيا قدام، مصر بعدها، سعودية عربية، الفلبين، الجيريا، حاجة هنفهم دلوقتي. أوكرانيا تحت اهي، هنفهم دلوقتي كل حاجة. للنقاش أكبر في الموضوع ده ينضم إلينا عبر سكايب الصحفي من واشنطن الأستاذ عبد الرحمن يوسف. أستاذ عبد الرحمن أهلا بحضرتك. أهلا معك. معي أيضا الأستاذ أحمد الشيبة الأخصائي والمستشار بالإرشاد التربوي وعلم النفس التطبيقي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، حياك كيف الله. الحال الله يخليك. الحمد لله بخير، حياك الله. طيب أستاذ أحمد، ممكن تخليني الأول نبدأ بنبذة مختصرة عن مؤسسة، بس هناخد ده من عبد الرحمن بعد إذنك لأنه في واشنطن. أستاذ عبد الرحمن ادينا في البداية نبذة مختصرة عن مؤسسة أصداء بي سي دبليو. إيه المؤسسة دي اللي أصدرت تقرير الشباب العربي وكذلك تقرير مؤشر السلام؟ يعني أصداء هذا اسم المؤشر أو اسم استطلاع رأي الذي يجرى للعام 13 تقريبا، وهذه شركة استشارات علاقات عامة واتصالات أسست في نيويورك، ثم استحوذت عليها شركة كبيرة وهي مسجلة الآن في نيويورك، شركة تسمى WPP، وبالتالي هي الآن جزء من شركة أكبر متخصصة في الاستشارات والعلاقات العامة. وبما أن شركة BCW لها مقر رئيسي ومركزي في الشرق الأوسط، مقر دبي، فهي تقوم باستطلاع الرأي هذا ليس لأغراض سياسية بالأساس، هو بالأساس لأغراض تجارية ومعرفة مؤشرات الوظائف والاستقرار الخاص بالشباب وتصوراتهم، لأن هذا يفيد الشركات ويفيد أيضا الحكام أو الحكومات تحديدا في تحديد الاستراتيجيات الخاصة بها. والاستطلاع يتم لفئة ما بين 18 ل 24 سنة، ومن ثم هو جزء من عمل الشركة فيما يتعلق بتقديم الاستشارات والاستشارات الخاصة بالعلاقات العامة والاتصالات، لأنها تتيح لصانع القرار والحكومات والشركات الكبيرة والراغبين في التوظيف أو شركات التوظيف وما إلى ذلك، تتيح لهم التصورات العامة للشباب واتجاهات المستقبل في رؤيتهم، وهو يعتبر ربما الأكبر أو من الأكبر فيما يتعلق بالشباب، لأنه شمل عينة تبلغ 3400 شاب وشابة في 17 دولة عربية، قسمت إلى 3 مناطق، منطقة الخليج ومنطقة شمال أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط، ومن ثم هو يغطي مساحة جغرافية كبيرة جدا وعدد كبير جدا، ويسأل أسئلة كثيرة جدا بما فيها حتى الهجرة. يعني أحد الأمور الكاشفة هو أن يعني الذين يرغبون في الاستقرار وليس الديمقراطية، نصفهم يرغب في الهجرة ويفكر في دول غربية بالأساس، كندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب، ومن ثم هو يعني يكشف تصورات الشباب من خلال يعني هذا الاستطلاع كأحد منتجات هذه. طب وأنا سؤالي يا أستاذ عبد الرحمن، هل نثق في مثل هذا الاستطلاع يعني، ولا ربما يكون ممول أو يهدف إلى إيصال رسالة ما؟ أنا سألت نفسي هذا السؤال، وصراحة هذا السؤال ذكي، لأنني وجدت أنها شركة يعني شركة لا يعني شركة هدفة للربح، ليست شركة غير هدفة للربح، ومن ثم هي لها أغراض مادية. المقر الرئيسي في دبي الإمارات، ونحن نعرف موقف الإمارات كدولة من مسألة الاستقرار والديمقراطية وما إلى ذلك. رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد المكتوم علق عليه وقال أن هذا مؤشر خطير على مستوى الاقتصاد، ومن ثم علينا الاهتمام بالاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد، ومن ثم يعني يبدو أنه يعني يلقى رواجا أو قبولا أو شيئا من هذا القبيل. من الرضا لا يعني أقول 100% أنهم يؤثرون عليهم، ولكنه على الأقل يلقى رضا لديهم. وكما قلت هذه شركة هادفة للربح وتقدم استشارات للحكومات، وبالتالي يعني هذه نقطة ذكية جدا من حضرتك، لأنه لا أعرف ما هي تحديدا صفات الشباب الذين تم استطلاعهم أو تم سؤالهم، ولا سيما أن المؤشر فيه نقطة أيضا في هذا السياق، هي تقول أن رغم أنهم نصفهم يرغب في الهجرة، لكن هناك نقطة تناقضية تقول أنهم راضون عن أداء حكامهم،
فيعني هذه نقطة غريبة في الاستطلاع، لكنه يعني في نهاية الأمر استطلاع من شركة ما لا يمكن أن نأخذه 100% على محمل الجد، ولكن أيضا لا يمكن أن نتجاهله نهائيا. طيب انا بس عندي ليك سؤال، بس لما نروح للاستاذ احمد الشيبه بس فكرنا الله يخليك احسن انسى عبد الرحمن. يعني زمان كانت المهمات دي بتبقى مهمات اجهزه مخابرات، كانت بتبقى مهمات السفارات في البلاد انها تقدم معلومات عن كيف يفكر الشباب في هذه البلاد، انها تقدم تقارير سريه. الان اصبحت شركات، فهل سؤالي هيجي لحضرتك، هل بقى اصبحنا امام اجهزه تجسس تقدم تقارير بشكل قانوني؟ بس خليني بعد اذنك اروح للاستاذ احمد الشيبه. استاذ احمد، يعني سؤال حضرتك الان هو ما هو رد فعلك او قراءتك الحقيقه، او كيف قرات استطلاع الراي الذي اصدرته اصداء بي سي دبليو السنوي، واللي كشف عن اهم العقبات التي تواجه الشعب العربي، ارتفاع تكاليف المعيشه، البطاله، غياب الوحده العربيه الى، كيف قرات هذه النتائج؟ مرحبا بك يا أستاذ محمد، ومرحبا بضيفك الكريم أستاذ عبد الرحمن. وحقيقة أنا يعني دار بنفسي نفس السؤال الذي تفضلت به، مدى مصداقية هذا الاستطلاع الذي تتكلم عنه، وخاصة إذا ما نظرنا إلى أنها شركة خاصة. والنقطة المهمة هو كمية العينة التي استخدمت، وهذه يعني في ما يعتبر بالمعلومات الأساسية لأي دراسة. الدراسات يفترض أنها لا تقل فيها العينة عن 5% من يعني عدد السكان إذا أريدت يعني إذا أريد دراستها. فإحنا نتكلم عن النسبة التي يعتقد بأن عدد الشباب فيها، يعني عدد شباب العرب اللي يعني هم يعتبرون من فئة الشباب من 19 سنة إلى 29 سنة، هكذا يصنفون. هؤلاء عددهم في الوطن العربي يعتقد أنه 100 مليون، وإذا ما جئنا للدراسة التي اقتصرت على 3000 وشيء من الأرقام، هذه النسبة تكاد تؤول إلى الصفر. فبطبيعة الحال الاستطلاع والدراسة لن تكون صادقة ولن تكون نزيهة، لكن أصلا قضية المقارنة فيه قضية هي أصلا في شكلها هناك خطأ علمي فيها. فالمقارنة ليست ما بين أمرين يعني فيه الواحد يمكن أن يقارن، فهي لم تقارن مثلا ما بين الديمقراطية والديكتاتورية، وإنما قارنت بين حاجتين وجعلت المسألة فرضيتها، وكأنه هو يعني حينما يغلب أمر يجعلها رقم واحد هو كأنه يلغي الآخر، وهذا الكلام ليس بصحيح. وهذا هناك خلط في مسألة فهم الديمقراطية وفهم الحاجات. هنا إذا أردنا أن نتكلم عن الحاجات، وأنا يعني سأشبهها هاي العملية بطريقة بسيطة، حينما تأتي لواحد وتقول له هل أنت تفضل أن يكون عندك ماء أو طعام حتى تعيش؟ بطبيعة الحال سيقول الماء، لكن هذا لا يعني أنه لا يريد الطعام، يعني ما يمكن أنه لا يريد الطعام، لكن يقول لك إذا أنت بتخيرني في النهاية ستخيرني سأعيش على الماء، لأن الماء ممكن أن أعيش عليه يعني وفترة أطول، سيكون عندي أمراض وستكون عندي مشاكل وسأواجه الكثير من الأزمات سواء النفسية أو الجسدية، لكن على الأقل الماء هو الذي يعيش فيه الإنسان. فبالتالي المقارنة مقارنة خاطئة، ولذلك أنا أعتبر بأن هذا الاستطلاع وهذه الدراسة نتيجتها موجهة ونتيجتها للاستخدام الحكومي للدول التي قامت بالثورة المضادة، هكذا هي النهاية يعني استنتاجي حقيقة من وراء هذا الاستطلاع. لكن احنا ما نستطيع ننفي بأن الشباب العربي محبط مما حصل له، لكنه ليس إلى الدرجة التي سيطلق فيها ويرتد فيها عن الحرية أو يرتد فيها عن حقوقه، لأنها ستبقى حاجة ملحة. هذه ليست رغبة، ليست ترف من الحياة أني أريد الحياة الديمقراطية وأريد حريتي، ليست ترف، هذه حاجة يعيشها كل إنسان عربي. حتى أنا اليوم إحنا ما نتكلم عن استبداد الحكام على شعوبهم، أصبحت استبداد الحكام
حتى على من حولهم، يعني الذين هم حولهم. سابقا كان في على الأقل يجدون أريحية الذين هم حولهم، لكن اليوم نجد أن الحاكم أصبح حتى على أسرته، حتى على من هم حوله، أصبحوا يعيشون فرق من الحياة. ليست بسيطة. الدول الشمولية أصبحت تمارس دور غير عادي في الاستبداد بالسلطة، وبالتالي الحاجة أصبحت أكبر وأقوى. المقارنة التي تمت هنا هي فيها خلط، والخلط هنا ما بين موضوع الاستقرار وموضوع الديمقراطية، وكأنه يجعل أنه إذا أردت ديمقراطية هكذا في العقل الباطن، إذا أردتم ديمقراطية ليس هناك استقرار. لماذا افترضنا هذا الافتراض؟ أصلاً الديمقراطية هي سبب من أسباب الاستقرار. ما هنا هرجع لك يا أحمد كمان في النقطة دي، لأنه الحقيقة أنا استوقفتني النتيجة. النتيجة بتقول أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي 57% منهم يفضلون الاستقرار. طيب مشكلتي بقى أن الشباب في شمال إفريقيا 62% منهم يفضلون الاستقرار. أنا كنت أفهم العكس، يعني كنت أفهم أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي هم الأعلى، النسبة الأعلى التي تفضل الاستقرار، لأنها تحكمها حكومات عائلية وأسر وبتاع، وبالتالي التغيير مش مطلوب عندهم قوي. إنما في شمال المغرب العربي يبقى أعلى من دول الخليج. ده اللي هرجع له لحضرتك، بس خليني أروح للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هذه المراكز كيف تعمل وهي تقوم الآن بأحد أدوار أجهزة المخابرات في العالم؟ لأنه قد لا يخفى على حضرتك أنه أجهزة المخابرات بتعمل من خلال السفارات، من خلال شركات كبيرة، موظفين يعني بيشتغلوا، ومهمتهم جمع تقارير، عمل بيانات، حتى حصر النكت، حصر العائلات. إلى أي مدى تلعب هذه الشركات سواء أصداء CBCW دور من أدوار المخابرات يا أستاذ عبد الرحمن؟ أنا في حقيقة الأمر هذه يعني هذا سؤال إشكالي، لأنه يعني أنت لا تستطيع أن توقف فكرة البحث العلمي، ولا يمكن أن تتهم كل شخص يقوم باستطلاع رأي أو ما إلى ذلك أنه يعمل للمخابرات. لكن نتفق مع إجابة الأستاذ أحمد تفنيده، يعني ربما حضرتك التقطت وأنا لاحظت مسألة يعني التوجه ومسألة يعني بعض التناقضات في نتائج استطلاعات الرأي، وفندى الأستاذ أحمد المنهجية الخاصة بهم. فأنا أعتقد أن شركة كهذه يعني أضعف من أن تكون فكرة تابعة للمخابرات، هي شركة علاقات عامة واستشارات. بافتراض يا أستاذ عبد الرحمن، أنتم رأيكم صحيح، وهن دي يعني استطلاع رأي موجه وإنه إلى آخره، يعني كيف سيستفيد من مول هذا الاستطلاع؟ وهو الاستطلاع في الآخر كان صامت ولم تحدث عليه ضجة إعلامية ولم يقابل بحفاوة إعلامية. لأنها شركة خاصة وهدفها للربح. نعم، لأنها شركة خاصة وهدفها للربح. أيوة، شركة خاصة وهدفها للربح، تمام. وهناك نعم. من مول هذا الاستطلاع؟ أنت تميلين إلى هذا الرأي مش كده أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، أنا أرى أنه في بعض. ماذا استفاد بقى الشخص الذي مول هذا الإصلاع؟ نعم، يعني كما أشرت، هو ربما لدفع يعني اتجاه رؤية ما تتعلق بمسألة الاستقرار في مقابل الديمقراطية، رغم أن الديمقراطية يعني هي التي تؤدي إلى استقرار الدول. ستجد أن أيوة، ماذا استفاد؟ ما أنا فاهم يا أستاذ عبد الرحمن، ده حضرتك شرحته بوضوح. استفاد توجيه الرأي العام. هل أنت تابعت، هل وجدت هذا الاستطلاع قوبل بحفاوة إعلامية وبزفة بلدي؟ هل وجدت؟ أنا لا، نعم، يعني حاولت الترويج له، يعني رئيس الوزراء الإماراتي قام بالتغريد ناشرا هذه الاستطلاع ومتحدثا عن نتائجه. يعني لن يقوم رئيس وزراء دولة بكتابة تويتة، والتويتة ليست شيئا هين، يعني هي كأنها بيان سياسي ما. قام بالتغريد عن هذا الاستطلاع وتحدث عن نتائجه، ثم خلص في نهاية التغريدة إلى أنه يجب أن نهتم بالاقتصاد أكثر من أي شيء آخر. ومن ثم يعني هذه استفادة يعني واضحة جدا من الدولة التي تحتضن مقر هذه الشركة. طيب
خلينا نبعد عن هذا البتاع، مؤشر السلام العالمي الاخر هذا عنده مختلف. هذا انا بقول الاخر نبعد عن ده، كلمني عن مؤشر السلام العالمي اللي حذر من انعدام الامن الغذائي وعدم الاستقرار السياسي، وقال ان افريقيا وجنوب اسيا والشرق الاوسط تتعرض لاكبر تهديد. ما طبيعه هذا التهديد؟ من الذي قام بعمل مؤشر او ما يسمى بمؤشر السلام العالمي؟ نعم، مؤشر السلام العالمي مقره معهد السلام والاقتصاد العالمي، وهو مقره استراليا، ويتعاون مع جهات عدة لجمع البيانات المتعلقة ب 24 مؤشر للخروج بالخلاصة النهائية. وهو فكرته تقوم على أي الدول يعني أكثر هدوءا واستقرارا وتميل لفكرة المسالمة، وبها يعني أجواء خاصة بالسلام أو الاستقرار في المجتمع، وهو مقره أستراليا. وكما أشرت يعني أسس أو يعني هذا المؤشر يعني يتم العمل به، بدأ في فكرته بدأت في الخمسينات ثم تطورت إلى السبعينات، ثم أخذ هذا الشكل بوضوح منذ عام 2007 تقريبا، بمعنى أنه يعني كان هناك محاولات شبيهة ثم استقر على هذا الأمر. لذلك تتعاون جهات كثيرة جدا في توفير البيانات الخاصة به، وهو أصبح أيضا جزءا من معهد السلام، أو يعني جزءا من تقرير معهد استوكهولم للسلام، ومن ثم هو له حيثية دولية ويتعاون فيه. جميل يا استاذ عبد الرحمن، يعني احنا الان امام مؤشر قوي صادر من جهه قويه موثوق بها. نعم، ويشرف عليه وتشرف على بياناته جهات عديده، لكن بطبيعه الحال يخرج من معهد السلام والاقتصاد العالمي الموجود في سيدني في استراليا. طيب، ما هي ابرز النتائج التي توصل اليها مؤشر السلام العالمي الصادر من سيدني في استراليا؟ يعني هو يعني مسألة السلام على المستوى العالمي يعني قلت بشكل كبير جدا نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. في كما أشرت في حضرتك على مسألة الدول، جزء منها إيجابي في المؤشر هذا العام هو أنه منذ عام 2008 مؤشرات هناك 70 دولة انخفضت فيها احتمالات حدوث حوادث إرهابية، لأن أحد المقاييس المتعلقة بهذا المؤشر هو احتمالات حدوث عمليات إرهابية أو ما إلى ذلك. لكن مسألة الاستقرار على مستوى الغذاء، على مستوى القتل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ارتفع، التأثر بمسألة الغذاء ارتفعت، الاعتقالات السياسية أو الأمور المتعلقة بالاعتقالات السياسية زادت في العالم، ولكن كل هذا بشكل رئيسي ناتج عن مسألة الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هذا الانخفاض الكبير في السلام العالمي زاد بنسبة كبيرة ليس بسبب جائحة كورونا، ولكن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن الشرق الأوسط أيضا يعني بسبب الأوضاع الموجودة فيه انخفضت مؤشرات كثير من الدول، لكن الدول الموجودة في الصدارة مثل قطر والكويت ربما محتفظين بمراكزهم يعني السابقة. مصر يعني وضعها كما أشرت يعني بوضع سيء جدا، 126 من 163 دولة، بمعنى أنها في الثلث الأخير من هذا المؤشر. وبالتالي يعني المؤشر إيجابي للدول الأوروبية كما هي، لكنه سيء بالنسبة لمصر ودول الشرق الأوسط وجنوب آسيا. أروح للأستاذ أحمد شيبة. أستاذ أحمد شيبة، هل اطلعت على ما يسمى بمؤشر السلام العالمي يا فندم؟ نعم عزيزي، اطلعت على ما. يعني الأستاذ عبد الرحمن دلوقتي قال لنا أنه صادر من جهة موثوق فيها وجهة علمية فعلا. إذن النتائج التي توصل إليها هذا المؤشر مختلفة، ونحن أمام نتائج يعني مقبولة أو نستطيع أن نثق فيها. في هذا المؤشر على يعني ما هي النقاط الأساسية التي تبنت عليها أن قطر تبقى الأولى عربيا، بينما مش عارف الكام عالميا، بعدها الكويت، بعدها ما هي المعايير التي بني عليها هذا المؤشر فني؟ أنا حقيقة يعني اطلعت على المؤشر ورأيت يعني أنه يعني يثير النقاط أو النقاط الرئيسية التي ينطلق منها هي النقاط التنموية. يعني احنا نتكلم عن مثلا الأمن الغذائي، هذا كمثال يعني جانب من الجوانب التي ينطلق بها، فهو يركز على
مدى أمن الشعور، شعور الفرد بالأمن من هذه الناحية. إنزين، هذا جانب من الجوانب طبعاً. إحنا يعني هو يتكلم عن أيضاً جوانب الأمن في الممارسات التي قد تكون إرهاب، تطرف، غير بعض الهجمات الإرهابية، هذه تعتبر أيضاً من جوانب الأمن. لكن للأسف المؤشر لم يتطرق إلى إرهاب الدولة. يعني هذه إشكالية يعيشها المجتمع، وهذه إشكالية خاصة في المجتمعات العربية تعاني منها معاناة كبيرة جدا، ألا وهو يعني إرهاب الأجهزة الأمنية والتطرف في الأجهزة الأمنية والجرائم التي تنتج من الأجهزة الأمنية. لم أرى أن هذا المؤشر، أو لعلي لم أنتبه لمثل هذا. لا لا، غير موجود يا أستاذ يحزن. موجود 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 مثلا موجود تحت بند، يعني تحت بند قمع الآراء السياسية بين قوسين الإرهاب السياسي. هو ليس ذاكرة للحكومات، لكن هو يتناول أو يؤشر مدى قدرة أو عدم خوف الناس للحديث دون أن يكون هناك أي تبعات عليهم. فهو هذا المؤشر موجود، لكنه مثلا ليس مثل مؤشر حرية الصحافة يتحدث عن الصحفيين المسجونين، لكنه يتحدث عن عدد السجناء. من ضمن الـ 24 مؤشر، هناك مؤشر عدد السجناء، مؤشر التزام ضباط الأمن أو يعني قوات إنفاذ القانون بمسألة القانون. فهو هو مؤشر شامل يعني جدا، هو يضم 24 مؤشر، لا يذكر الحكومات رسميا، لكنه يقول أمور إذا نظرت إليها ستجد أنها مسؤوليات الحكومات، مثل عدد السجناء مثلا. بالطبع هذا ما بين المجتمع والحكومة، لكن عدد السجناء مثلا هو أحد المؤشرات في هذا، في الـ 24 مؤشر. ومن ثم هو لا يذكرها مباشرة، لكنه يذكرها ضمنيا ضمن عدد من المؤشرات الأخرى. بشكرك. نعم، أنا حقيقة لم أطلع على هذه النقاط التي تفضلت فيها أستاذ عبد الرحمن. جيد، شكرا للتوضيح، لتوضيح هذه النقطة. وأنا أعتقد أن هذه هي التي تعانيها الدول العربية اليوم، والتي يفترض أن يسلط عليها الضوء بشكل كبير جدا. وهذا ما ستغض عنها الطرف الدول العربية. الدول العربية لا تريد أن يكون لمثل هذه التقارير أي تأثير عليها حقيقة. فبالتالي إحنا أمام تقرير يفترض أنه يعطينا جوانب مهمة جدا، يجب أن ينظر إليها نظرة فاحصة. والدول العربية اليوم حقيقة الأصل فيها أنها يمنع، يعني كثير من الدول ترى تمنع الدراسات. أنا أتكلم عن الإمارات على سبيل المثال. الإمارات تمنع إقامة دراسات، لكن في بعض الدول الأجنبية خاصة إحنا نتكلم عن أمريكا، هي لا تستطيع حقيقة منعها بشكل. ما هو هنا بقى سؤالي الأخير يا أستاذ أحمد لحضرتك، وهروح بي وأوعد السادة المشاهدين إن إحنا، وأنا طلبت من زملائي في الإعداد كده، إن إحنا نعمل شرائح توضح مدى تردي العالم العربي في هذا المؤشر الخطير جدا اللي عمله مؤشر او مسمى بمؤشر السلام. سؤال الاستاذ احمد شيبه هساله برضو الاستاذ عبد الرحمن. استاذ احمد، يعني احنا نحن هذا التقرير بيتحدث عن سنه 21 22، هذا التقرير برغم كل الثراء اللي في الوطن العربي، برغم كل هذه الاموال، لكن العالم العربي تقريبا بدا ترتيبه من نصف الدول ثم الحد الاخر. يعني سنجد القطر مثلا الأولى عربيا، لكنها حاجة وخمسين تقريبا، لو عبد الرحمن صلح لي، حاجة وخمسين في ترتيبها على العالم. يعني وكأنه الوطن العربي في مؤشر، في 24 مؤشر دول، هو يبدأ من النصف الثاني من القائمة ثم إلى الآخر. سؤالي بقى لحضرتك، نحن في عام 2022 وحتى الآن يبدو أن أوضاع الدول العربية بتتردى بشكل واضح، ما هو تعليقك على ده؟ نعم، هو حقيقة يعني أكيد لا يعني أنك أنت عندك المال وعندك القدرات والإمكانات بأنك ستستخدمها بالشكل السليم. فحينما توضع المقدرات هذه بأيدي أمينة سوف تستخدمها بشكل سليم، أو هناك يعني سلطة مؤسسات ستكون لها الرقابة، مثل المجالس يعني البرلمانية التي تستطيع أن تفرض رقابتها على الحكومات، سوف يكون هناك يعني وضع أسلم في يعني اتجاه الدول العربية نحو سواء التنمية أو أيضا مؤشر السلام. سوف يكون مؤشر السلام أفضل ووضعه أمثل،
لكن نحن نعاني من مشكلة الدول الشمولية والدول الدكتاتورية اليوم التي يحكمها غالبها عسكر بطبيعة الحال، بأن هذه المقدرات كلها لا تسخر لأجل تنمية الدولة، بل إنها تسخر لتنمية أفراد معينين يسيطرون على الدولة فيمتلكون الدولة بمقدراتها بأكملها، ويعتبرون الشعوب هذه مجرد هم يعني موظفين أو عبارة عن خدم لدى يعني سلطتهم التي هم يفرضونها عليها. وبالتالي احنا لن نجد أي تقدم وأي تطور في هذه الدول ما لم يكن هناك أجهزة حقيقية يكون فيها المشاركة السياسية موجودة، يكون فيها حياة ديمقراطية سليمة، يكون فيها منع للتغول الأمني، ويكون فيها منع لشكل الدولة الشمولية التي تفرض استبداد على المقدرات لهذه الدولة، ويكون هناك توجيه حقيقي للحكومة لكي تقوم بدورها كخادم للشعب لا كمتسلط على الشعب. طيب أستاذ عبد الرحمن، نفس السؤال، يعني برغم تقدم العالم ورغم أن العالم العربي بيستخدم تكنولوجيا ورغم الأموال الموجودة داخل العالم العربي، ومع ذلك تصدرنا المراكز النهائية، أو بدأنا إذا اعتبرنا أن قطر تبدأ من النصف الثاني من القائمة، ما يعني بنتزيل قائمة الدول المتقدمة، ما هو تعليقك على ده؟ هو في حقيقة الأمر قطر ترتيبها 23 والكويت ترتيبها 39، لكن ابتداء من الأردن المركز الثالث عربيا تأتي مرتبة 57، فيعني قطر والكويت ربما استثناء يقعان في مرتبة تتعلق بالنصف الأول والثلث الأول، قطر والكويت في قطر والكويت في أول 25، فقطر ربما استثناء والإمارات ترتيبها الرابع في المرتبة 60. لكن بغض النظر عن هذا الترتيب، فقط يعني أردت أن أقوله بشكل دقيق حتى لا يؤخذ علينا أننا نقول معلومات خاطئة، لكن بشكل رئيسي الفكرة الرئيسية أن الإنسان ليس هو الأولوية الأولى. البعض يظن أن بناء الناطحات السحاب أو أن وجود التكنولوجيا كمجرد تكنولوجيا هي مجرد يعني هو مجرد نوع من أنواع المنجز الحضاري، في حين أن المنجز الحضاري يتعلق بالإنسان نفسه ومدى سلامته النفسية والصحية والجسدية وقدرته على الكسب وقدرته على المعيشة وقدرته على التعبير عن الرأي، لأن عدم قدرتك للتعبير عن الرأي أو رفع مظلمتك أو ما إلى ذلك هذا يجعلك في نهاية الأمر تأكل وتشرب وتنام وتتكاثر مثلك مثل أي كائن آخر، لا أريد مثل أقول مثل الحيوان. ومن ثم يعني المنطقة العربية بها مشاكل بنيوية تتعلق بمسألة قدرة الناس على صناعة مستقبلهم واتخاذ القرارات التي تتعلق بهم بشكل مباشر، ومن ثم لا يمكن أن تأتي في مرتبة متقدمة لأن الاستقرار كما يعني يظهر في هذا التقرير، الاستقرار ليس فقط أن تأكل وتشرب، هناك أمور كثيرة أخرى تتعلق بك كإنسان، ومن ثم الأموال وحدها لا يمكن أن تصنع مجتمع مسالم أو لا يمكن لوحدها أن تصنع مجتمع متقدم إنسانيا، لأن غياب حرية الرأي وحرية التعبير وقبول الآخر واحترام الأقليات وما إلى ذلك، كل هذه الأمور تصنع مجتمعات قلقة من المستقبل وقلقة من الغد، ومن ثم هذا يرفع معدلات إما عدم الاكتراث بالشأن العام ومن ثم ارتفاع الجريمة أو ارتفاع عدد المساجين بسبب الرغبة في القمع السياسي، وبالتالي المال لا يصنع وحده الإنسان، والمنطقة العربية هي عطشة للديمقراطية، ولا يمكن، أنا أظن شخصي أن المنطقة العربية لا يمكن أن تتقدم أو تحدث أي تقدم إلا عن طريق الديمقراطية. لكن نقطة أخيرة، دول الخليج صغيرة السكان مثل قطر أو عمان أو ما إلى ذلك ربما لا تواجه تلك الإشكاليات الكبيرة المتعلقة في كباقي معظم الدول العربية، ومن ثم يظن البعض أنها يعني لا يوجد فيها ديمقراطية كاملة أو لا يوجد فيها انتخابات ديمقراطية على الطريقة الغربية، ورغم ذلك هي مسالمة أو مستقرة. في نهاية الأمر يعني هذه دول صغيرة جدا، يعني الإشكاليات الرئيسية الموجودة في دول مثل العراق والأردن ومصر وسوريا وليبيا والدول الكبيرة والدول ذات الكثافة السكانية هي التي تظهر مدى الاحتياج إلى الديمقراطية بشكل كبير، يعني لأن هذه الدول الصغيرة لا تواجه التحديات التي تحتاج تدخل السكان أو اختيار السكان بأنفسهم للسياسات العليا للدولة في كل تفاصيل الحياة.
وصلت وجهة نظرك. بشكرك الأستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن، بشكرك جدا. وأيضا كان معنا الأستاذ أحمد الشيبة الأخصائي ومستشار بالإرشاد التربوي وعلم النفس التطبيقي، بشكرك جدا يا أستاذ أحمد. العفو، شكرا. شكرا أستاذ أحمد. على أي حال بكرة إن شاء الله هنفرد لكم وضع خاص وباللوح، ومن خلال كلام الأستاذ أحمد الشيبة والأستاذ عبد الرحمن هنفرد لكم تحصيل أو نتائج حكم السيسي لمصر. لكن خلينا بكرة نفرده عشان تعرفوا، عشان لما حد يقول لك السيسي خربها وقعد عتلها، ده بالإحصائيات ومن مراكز كبيرة جدا. بكرة هتشوفوا مستوى مصر في المرتبة 126 عالميا في 24 مؤشر، ومؤشرات خطيرة منها الأمن الغذائي. إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.